خلي بالكم من عيالكم. كلمة أنا آسف بقولها لكم، أكيد هما في فكركم دايما، بس أنا عايز أذكركم نصر عيالكم تملي في بالكم، وده شيء مشروع أساسي في حالكم. بس نشوف النصر إزاي، مش في الخيبة شيء مشروع، يعني تتابع تفكير ابنك إذا كان في كلام ولا سكوت، يعني تشارك ابنك حاله بأي طريقة بعقل وذوق عشان تجمع كده أخباره وتشوف وضعه في إيه بيدور، والإحساس الصح معاه ولا في حاجة لتصحيح ذوق، يعني بيعرف معنى الجار ومراعي بأدبه هذا الدور، والأهل فاهم كل الحال وبيرعى هذا حسب الحال، وبعقله عايز الدنيا أمان ولا ميوله يشوف دمار. الصح تكون في الدنيا أمان ويعيش الكل أكيد في سلام، وترضى لغيرك ما ترضى لنفسك، وتحب الآخر كده مع نفسك، بيكم الدنيا أكيد بالدور، وإذا خاب الآخر خاب الدور. يعني الصح تعلمه لابنك وتفهم هذه كده مع ابنك، وابنك ده مفروض في كلامي ذكر وأنثى معنه وجامع، ومهما أقول ولا أعيد ولادكم أساس في الفكر أكيد، بس واجبنا نذكر بعض جايز فكره تايهة من البعض، يبقى نذكر بعض بحكمة جايز فكره بحكمة تفيدنا. ولادكم دول أهم أمانة، خلوا الفكر الصح طايلهم وشر ما يبقى لحظة ببالهم، خلي بالكم من عيالكم. كلمة أنا آسف بقولها لكم.